هذا بعد خطابي موجه إلى الخليفة الثاني مباشرة. هذا مو خطابي بعد موجه إلى المدافعين عنه. أيها الخليفة الثاني، وأنت تدعي أنك من أقرب صحابة رسول الله إلى من؟ إلى رسول الله. يقينا وأنت من أقرب الصحابة كما تقول ويقال عنك، يقينا أنك وقفت مرارا وتكرارا، وقفت هذا المسند للإمام أحمد بن حنبل تحقيق حمزة أحمد الزين المجلد 11، وقفت مرارا وتكرارا، رقم الحديث 13663، يعبر عنه إسناده حسن، والحديث رواه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه ماذا؟ الذهبي. يقول عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن النبي كان يمر ببيت فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول الصلاة أهل البيت، يعني كان يقف عند هذا البيت الذي أردت أن تقف. أما كان ينبغي لك احتراما لهذا البيت ألا تنتهك حرمة هذا البيت.